أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلمة. يبقى من ضمن موانع الإرث اختلاف الدين، اختلاف الدين من موانع الإرث، لكن لا يمنع الوصية. يعني افرض واحد في أوروبا أسلم وليه أب فضل على دينه اللي هو غير الإسلام، وعارف إن إسلامه ده هيمنع إن أبوه يرثه، وعارف إن أبوه محتاج وهو رجل غني، يقوم يعمل إيه؟ له أن يوصي لأبيه في حدود الثلث. فالوصية لا تمنع مع اختلاف الدين، لكن الإرث هو اللي يمنعه اختلاف الدين. واضح؟ وعلى شكل بعض العلماء قالوا إيه؟ كتب عليكم إذا إن كان كتب عليكم إن كان، لا في سورة البقرة، إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، يعني مالا، خيرا يعني بمعنى مالا، إن ترك خيرا الوصية للوالدين. فبعض العلماء قال لك دي نسخت بإيه؟ بآيات المواريث. نقول لهم نسخت بآيات المواريث مع المسلم للمسلم، وتظل الرقية بين المسلم والكافر، يبقى لها عمل أيضا بس مع الكافر. افرض انك انت عايز تسلم وابنائك زي ما بتحصل في بلاد غير المسلمين، تلاقي واحد كده عايز يسلم ولاده مش عايزين يدفعوا يسلموا زيه، وهو راجل غني كبير وعارف ان هو هيتحرموا من ارثه، وهو مش عايز يحرم ولاده من ارثه، يلاه ان هو ايه؟ يوصي له في حدود الثلث. يبقى الوصية لا يشترط فيها اتفاق الدين، لكن الارث يشترط فيه اتفاق الدين. فهمت؟ زي برضو واحد اتجوز واحدة مسيحية، والست المسيحية دي ربت له عياله، وست محترمة وأحبه وأحبته وأخلصت له وأخلص له، وعارف انه لما هيموت مش هتورثه عشان هي على دين غير دين، له أن يوصي له، له أن يوصي له. وهي كذلك عارفة انها لما هتموت جوزها مش هيورثها لاختلاف الدين، لها أن توصي لزوجها، وهكذا. يبقى الوصية حل يفيد انك انت تعطي الأقارب وأولي الرحم ومن تريد أن تعطيه مع اختلاف الدين من المال الذي تتركه من تركتك. فالوصية منفذ ليك في هذا، إنما الإرث لا يكون إلا مع اتفاق الدين. موانع الإرث إيه؟ اختلاف الدين والقتل والرق، ثلاث حاجات موانع. يعني لو واحد قتل أبوه ما يورثوش، القتل مانع، من استعجل شيء قبل اوانه عوقب بحرمانه. فاهم؟ يبقى القتل يمنع من الارث، وكذا اختلاف الدين يمنع من الارث، وكذا الرق، والوقتي ما بقاش في رق. واسباب الارث برضو ثلاثه: النكاح والنسب والولاء، ولاء العتق، يعني ثلاث اسباب. يبقى لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم.